ولمزيد من التفاصيل حول فعاليات مهرجان العالمين الجديدة ينضم إلينا من هناك مراسل التلفزيون المصري رامي محمد. رامي، بعد التحية أطلعنا على الجديد هذا اليوم وهذا الأسبوع في العالم عالمين. تحياتي لك ولكل متابعينا في هذه المتابعة لمهرجان وفعاليات مهرجان العالم عالمين الذي ينطلق من مدينة العالمين الجديدة. هذا المهرجان الذي انطلق في 13 من يوليو الجاري ومستمر حتى 26 من أغسطس المقبل، نتحدث عن 45 يوما من الترفيه ومن الأجواء الفنية والفعاليات الرياضية والأنشطة الثقافية بمختلف هذه المتنوعات الترفيهية، وأيضا في أكثر من منطقة. إذا تحدثنا عن منطقة العالمين أرينا التي تشهد عدد من الحفلات الموسيقية، وانطلقت أولى هذه الحفلات للفنان تامر حسني ومستمرة خلال هذا الأسبوع والأيام المقبلة في عدد من النجوم الآخرين. نتحدث عن حفل الفنان أحمد سعد وحفل الفنانة نانسى عجرم وراغب علامة أيضا. وإذا تحدثنا عن شواطئ مدينة العالمين التي تشهد استعدادات كبيرة لانطلاق عدد من الفعاليات والأنشطة والتحديات والمنافسات الرياضية، نتحدث عن الكرة الشاطئية، رياضة البادل التي تنطلق منافسات لها خلال الأيام المقبلة، وأيضا لو تحدثنا عن سباق ترايثلون، السباق الثلاثي الأولمبي والذي ينطلق ما بين مياه وشواطئ العالمين الجديدة. هناك العديد من الاستعدادات الكبيرة لانطلاق عدد من الفعاليات المقبلة خلال هذه الأيام. وبالفعل خلال الأيام السابقة كانت هناك أنشطة في سماء مدينة العالمين وعروض لطائرات الار سي مختلفة في خلال هذه الفعاليات، فعاليات مهرجان العالم عالمين. هذا هو المشهد وعودة إليك. شكرا جزيلا مراسل التلفزيون المصري رامي محمد، كنت معنا من العالمين.